مراتي عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص مسلسل فتاتي الجزء الثالث والاخير، هو صيني ومتصنف دراما انتقام رومانسي. لو عاوزين تعرفوا نهاية الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان انزل ملخص مسلسل جديد على القناة في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناة كل يوم الساعة 7 بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، واكتر اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير هقول اسمائهم وهزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه هحط تعليقاتهم في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده كنزه ومريم على دعمهم المستمر ليا، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا الجديده الخاصه بملخصات الافلام، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، ادخلوا وادعمونا وشجعونا اكتر، وهنستنى رايكم في القناه. وتفاعلوا معانا دايما وقولوا لنا عاوزين ملخصات الافلام ايه هناك واحنا هنعملها لكم. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الاخير بيبدأ بالبطلة وهي مروحة بتلاقي شخص غريب، بتقول له انت مين؟ بتروح ضربه، بيقول لها بتضربيني؟ بتجرؤي على ضربي؟ ولسه هيضربها بيلحقها جنج وبيضربه وبيطلع يجري، بيقول لها انت كويسة؟ بتقول له ايوه، بيضحك وبيقع في حضنها، بتقول له جنج مالك قوم، وبتاخده البيت وبيكون مجروح، بتعالجه وهو مركز معاها، بيقرب منها بتبعده، بيقول لها عاوز كوبلة، بتقول له لا انت انقذتني ليه؟ بيقول لها لانك زوجتي، بتقول له بالنسبة للحقيقة هتقولها لي امتى؟ بيقول لها انا قلتلك لما يحين الوقت المناسب، بتقول له وانا قلتلك برضو ان انا ما عنديش الصبر، بيقوم وبيمشي وبيدخل يشرب في الاوضة بتاعته وهي بتفكر. وتاني يوم بتروح ليلو الشركة وبتدي جنجة اوراق، بتقوله ان هي موقعة عليها، وبيقولها مش قادرة اصدقك عاوزة نتطلق، بتقوله مش هقدر اعيش مع شخص وراه اسرار ومش بيشارك زوجته الحقيقة، وبتكون ضغطة عليه طبعا في الوقت ده وثانية بس، والبطل يتكلم ويحكي كل حاجة، بس بيدخل لينغ اللي بيقول اخيرا اقتنعتي بالطلاق، بتقوله انت بتعمل ايه هنا؟ بيقولها جاي اتأكد من اللي سمعته، وبيلمسها وبيتنرفز جنج هنا وبيوقع وبيديها الورق. بتروح ليلو تاخد شنطتها وبتدخل تودع العمة، بتقولها همشي دلوقتي هبقى احاول اجي ازورك، خدي بالك من نفسك واهتمي بنفسك كويس، بتقولها خدي ورث العيلة، وبتديها الصندوق اللي في ايديها، بتقولها لا خلاص انا ما بقتش زوجة ابنك احنا انفصلنا، لكن طبعا الست بتكون مش في وعيها وبتقولها انت اللي جبتي حفيد العيلة الاول ده ليكي، وبتاخد ليلو الصندوق وبتفتحه وبتلاقي فيه فلاشة. وهنا بيبان اللي حصل في الليلة دي لما اخوها بيروح لابو جنج وبيرفض التوقيع والتعاون مع شركتهم، وبيقول ان اسم عيلة جنج مات من زمان، وهنا بيتنرفز الراجل وبيهدده ان هو هيأذي ليلو، وبيتعصب اخوها طبعا وبيقول اياك، وبيقول وقع العقد دلوقتي، وبيكون كل ده ليلو بتتفرج على محتوى الفلاشة وبتقول العم جنج شوف انا هعمل ايه، وبيكون تحت هو وجنج وواحد صديقه وبنته، وبيبان قوي ان هي قعدت تعارف علشان البطل يتجوز تاني في نفس اليوم بتاع طلاقه، وطبعا بان ان ابوه ما صدق وبيقول خد البنت واطلعوا سوا، بيقول ابي، لكن هنا بتيجي ليلو بيقول لها انت جايه بتعملي ايه هنا؟ وجنج بيقوم بتقرب عليه وبتلمسه وبتقول له خليك فاكر انك هتفضل رجلي للابد، بيقول لها انت خلاص ما بقيتيش زوجتي، بتقول له بس في يوم هنرجع لبعض تاني انت ملكي لبقيه حياتك. وهنا بقى ابو العروسه بيقول ايه اللي بيحصل ده؟ بيقول له سوء فهم اكيد، بيقول له كل ده وسوء فهم ازاي؟ بيقول له انت امشي من هنا، بتقول له عاوز نمشي حاضر خليك فاكر ان مش من السهل التخلص مني. بياخدها المكتب وبيديها فيزا، بيقولها تقدري تستخدمي الفلوس اللي فيها مدى الحياة، بتقوله بجد انت لسه بتهدد الناس وبترشيهم؟ بيقولها ايه، وبيقوم بيحاول يضربها بتمسك ايده وبتقوله كل اللي عملته هيتكشف واحد ورا التاني. وتحت بيكون جنج قاعد ومعاه البنت اللي بتقوله هي دي الانسة ليلو، في نزول ليلو اللي بتقولها ايوه انا. وهنا البطل بيكون قرب يتجنن وهو مش عارف ليلو بتحبه ولا بتحاول تعمل ايه بالظبط، بتقوله مش هتقولي خليكي هنا؟ بيقول لا ما عادش ينفع دلوقتي، بتقوله بجد اتمنى لك السعاده. وبعد ما بترجع بيتها بتلاقي جنج جاي لها، بتفرح وبتقبله وبتقوله اعتقد ان احنا انفصلنا وفي واحد قال مش عاوز اشوفك تاني، بيقول لها صح وفي واحده قالت ان انا ملكي ليها الباقي حياتها، فبتلفه العكس وبتفك شعرها وبتقبله. وبعدين بتقول له انا عملت كده علشان، بيقول لها مش عاوز اعرف انا فاهم كل حاجه. وبيقضوا الليله سوا، والصبح بتصحى ليل وبتلاقي جنج في المطبخ، بتتفرج عليه وبتروح تحضنه من ورا وبتقول له هو انا اتغيرت قوي كده ليه؟ بيقول لها استنى لما تعرفي وتعترفي بنفسك. وبتفتكر لما جرحت ايديه في اول الدراما، بتبص على الجرح فبيقول لها واضح مش ان انت اللي عامله ده صح، بتقول له لسه وجعاك؟ بيقول لها لا طول ما ليلو معايا، بتقول له بالنسبه لجريمه ابوك، بيتخض وبيلف يقول لها اشرح لك كل حاجه بس مش عاوزك تقولي لي ننفصل تاني لاني مش هقدر ابعد عنك، بتضحك وبتحضنه وهي فرحانه وهو بيضحك، بتدخل وبيقعد يصرح لها شعرها وبتقول له ماهر جدا واضح ان دي مش المره الاولى ليك، بيقول لها قعدك ان المشط ده يبقى ليك لوحدك، بتضحك وبتقول له خليك على وعدك،
وبيروحوا لابوه ولينغو، وبيقول لابوه قولي الحقيقة، لو عاوز ترجع للبنت دي تاني في أحلامك، بس لو أخدت حاجة من الورث. بتقوله هي دي الطريقة اللي هتعاقبه بيها، انت ازاي أب؟ وهنا جينج بيضحك وبيقوله مش مهم بالنسبة ليا، يلا بينا يا ليلو. لكنها بتقوله عنده حق، بيقول بتقولي ايه، بتقوله انت تستحق الأفضل ليك، وبتسيبه وبتمشي وهي بتضحك. وبتبان ليلو هنا اللي بتعمل ميك اب وبتظبط نفسها، وبتقول عمي جينج مفكر ان التنمر عليا شيء سهل، وبتروح مكانه لما بيمنحها الامن، بتقول ان هي زوجة جينج، وبتدخل بتلاقي جينج والبنت معاه، بتقول لها الانسة ليلو بتعملي ايه هنا، بتقول لها جاية اقابل شخص، وبتمسك ايد جينج بتقول له انت تعالى معايا، بيقول لها بتعملي ايه، بتقول له هتعرف. بيقعدوا بيقول لها في ايه، بتقول له في مفاجأة كبيرة انتظر، وبيطلع ابوه على المسرح في وسط الصحفيين، وبيتصدم لما بيشوف ليلو قاعدة، لكن الصدمة الكبيرة بتكون تشغيل الفيديو اللي كان في الفلاش قصاد الكل، والصحفيين طبعا بيصوروا، وليلو حاسة بالانتصار. وهنا بيقرر العم يفضي غضبه في لينغ، بيضربه وبيقول له انا مش قلت لك تحذف الفيديو ده، وبيتعصب عليه وبيقول له ان اسهم الشركة عمالة تنزل، ومع اللي حصل النهاردة الشركة هتنهار. بيروح لليلو علشان يقنعها توقف اللي هي بتعمله، وبيقولها ان هو موافق تتجوز جينج تاني، لكنها بترفض وبتقوله ان دي البداية بس، وبتطلع تحط الفلاشة لجينج وبتقوله بشكر العمة هي اللي ساعدتني وادتاني، شكرا ليك، انت تستحق امرأة افضل مني، واحدة تحبك بجد، وبيمسك فيها بتقوله سلام وبتمشي. بتروح تركب العربية، اتنين بيتهجموا عليها، بتضرب واحد فيهم لكن التاني بيضربها، وبتقع وبياخد من العربية الفلاشة. ولما بتفوق بتكون في المستشفى، ولما بتشوف جينج بتعمل نفسها نايمة تاني، وهو بيقعد جنبها وبيبدأ يقول ان هو ما قدرش يحميها، وان هو غلطان، وان في اوقات كتير بيكون نفسه يحكي لها الحقيقة، وفي كل مرة بيقول لا وبيتراجع، بس هو بيحبها جدا، وزي ما قلت انا ليكي ومش هكون لحد غيرك. وهنا بتصحى بتقول له ما قلتليش الكلام ده قبل كده ليه، وبتشده وبتقبله، وبيقعد ياكلها وبيهتم بيها، وبتقول له اكيد والدك اللي عمل فيا كده، بيقول ان هو مهتم يعرف مين اللي عمل كده وانه مش هتتكرر تاني. وهنا بيكون لينغ بره وسمع الكلام، وبيقول ان هو هيمشي بس عاوز قبلة الاول، وبتقبله وبتقول له ياخد باله من نفسه وبيمشي. وهي بتاخد بالها من شخص غريب، بتلاقي حد خطفها. وهنا بيوصل جينج الشركة، وهناك بيلاقي لينغ اللي بيقول انكم مش مهتمين بالشركة عشان كده انا عاوز اخد السلطة، وبيقول له جينج مش هتقدر تعمل حاجة من غير موافقتنا. وبتصحى ليلو وهي مربوطة في مكان مهجور، وبتصرخ وبتنادي على اي حد بيجي الشخص اللي خاطفها، وبيقول لها انت في غابة فاضية محدش هيسمعك، وبتقول العم اللي خطفني عشان الفلاشة صح، وبيقول لا، وبيصورها وبيتعرض الفيديو لجينج، وبنفهم ان لينغ اللي خاطفها علشان جينج يوافق على تنصيبه كمدير، وبيتعصب جينج وبيقول له سيبها، وان ليلو ملهاش علاقة، وبيقول له توافق الاول، وبيضربها الخاطف، فبيتعصب جينج وبيضرب لينغ وبيقول له يا مجنون. وهنا لينغ بيقول انا قتلت اخوها واقدر اقتلها هي كمان بسهوله، بيقول له انت اللي عملت كده، بيقول ايوه، وجينج مصدوم. وهنا بيقول للخاطف اقتلها، والصدمه المنتظره، بيدخل اخو البطله وبيضرب لينغ، وبيقول له يا لينغ انت مفكر اني مات بجد، وبتكون ليلو معاه، وبيقول لينغ من وقت ما رحت المستشفى وانا على علم باللي هيحصل، بيقوم بيضرب اخو البطله، وبيقول له جينج كل اللي حصل من وقت ما دخلت متسجل، اعترافك كامل هيروح للشرطه. وهنا لينغ بيقول لهم لا انا اسف، ولما بيلاقيهم ماشيين بيطلع سكينه وبيحاول يقتل جينج، لكن ليلو بتاخد الضربه مكانه وبتقع، وبتقول له طلعت مؤلمه بس انا مدينه ليك بحياتي، وبيغمى عليها. وجينج بيقول لا ليلو، بيروح المستشفى وبيصحى جينج مش بيلاقيها، بيخاف وبيطلع يجري، بيلاقي بنت شبهها، بيوقفها وبيقول لها ليلو بتطلع مش هي، بيقعد في الارض وبيعيط. وهنا بتيجي ليلو بتقول له راجل العيله ما ينفعش يعيط، وبيضحك وبيقوم بيحضنها. وبيروحوا البيت وبيكون اخوها قاعد معاهم، وبيقول ان بسببه هو انا عايش، وانه انقذني، والشركه كمان، وبتقول له ليلو ان هو يستحق المكافاه، وبتضحك وبيقول ايوه بس انتظري خروجي، وبيقول لهم اسيبكم انا بقى، وبيمشي. وهنا ليلو بتكافئه طبعا، وبيطلعوا بتقول له عدى علينا كتير، بيقول لها ايوه بس مهما حصل مش هسيبك ابدا، وبيطلع لها خاتم وبيلبسه لها وبيقول لها بحبك، وبيقبلها القبلة الاخيرة قبل ما اختم الملخص. وبيخلص ملخص الجزء الثالث والاخير على هنا، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد في اسرع وقت ممكن. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك للفيديو لان ده شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي، شكرا لكم جدا يا حلوين.
وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات افلام جميلة جدا، وكمان في صندوق الوصف هتلاقوا روابط ملخصات افلام جميلة جدا. ويا ريت تنوروني في قناتنا الجديدة الخاصة بملخصات الافلام وتشتركوا هناك. وبس ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.